طب حضرتك يعني سافرت خارج مصر ودرست بره، ويعني تعرفت على هذا المجتمع بالتحديد، رحت اسبانيا اسبانيا وفرنسا والمانيا 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 وهولندا. يعني انا عشت في بلاد كتيره، عشت يعني ماذا اكتسبت من هناك كفنان من كل دوله من دول؟ كتير جدا. يعني انا ما رجعتش مصر الا لما حسيت ان انا عندي حاجه اقدر ارجع بيها وافيد الاخرين. لا، اتعلمت حاجات كتير. انا درست يعني ما الذي يميز مثلا دراسه الفن في اسبانيا؟ اسبانيا عشان اللي بيميز كل دولت المتاحف، بمعنى انك انت بتدرس فن وقدامك مراجع في المتاحف، بتروح تكلم عن اللون، تقدر تبص على جويا اللون بتاعه كان عامل ازاي، فلاسكيز اللون كان عامل ازاي، ميمبرانت. فالمتاحف هي المراجع اللي انت لما بتدرس فن بتروح تلاقي قدامك، مش احنا بنعرف الحاجات دي من الكتب بس، لكن هناك لا، قدامك المتاحف. فدي قيمه المكتبه. طبعا في كل بلد صغيره او كبيره في مكتبه عامه، فديت انا كنت زبون دائم وانا في سويسرا للمكتبه البلديه بتاعت زيوريخ. فالمتاحف المكتبات علاوه على ان الصحافه الكتابات النقدية والصحافة اللي بتخليني أروح مثلا معرض ألاقي تاني يوم في الجورنال مكتوب الناقد كبير كاتب عن المعرض ده، فأنا أقرأ وأشوف فيحصل استنارة. فدي طبعا كلها حاجات أنا يعني كل الدول اللي أنا سافرتها كانت مشتركة في ده. لكن في دول كنت بروح أتعلم حاجة، يعني لما روحت النمسا كنت رايح أتعلم الجرافيك، يعني الطباعة والجرافيك. فرحت كلية الفنون التطبيقية في فيينا وقعدت سنة أتعلم الجرافيك. طبعا بيبقى فيه كل الخامات وكل الإمكانيات، مدرسين متمرسين وكده. أما رحت سويسرا درست حاجتين، درست سيكولوجي يعني علم نفس، عشان أنا كنت عايز أعمل العلاج بالفن. العلاج بالفن. فرحت تعبير، يعني هو تعبير جميل يعني. وهو ده كان وانا فتحت عياده في سويسرا. عياده للعلاج بالفن. ايه بقى العلاج بالفن؟ العلاج بالفن ده احد طرق العلاج الجديده، مش من 40 سنه، مش من زمان قوي، لكن هو استجابه لافكار علماء النفس الكبار اللي بيقولوا ان النفس البشريه ما ينفعش نعالجها بس بالادويه والحاجات دي، احنا محتاجين طرق اخرى للعلاج. فالعلاج بالفن احد الطرق الجديده، زي العلاج بالشعر والعلاج بالموسيقى والعلاج بالعمل، دي كلها حاجات مستحدثه. فالفن هو احد طرق العلاج للامراض النفسيه، بمعنى ان كان يعني انا في بعد ما عملت الدراسه ودرست في المعهد فتحت العياده، وكان بستقبل مرضى من المستشفيات، هم كانوا بيجيبوا لي، بيبعتوا لي مرضى نفسيين من المستشفيات.